غلطة الشاطر. تمام السابعة صباحا، الموعد الدائم لتناول طعام الفطور في منزل أبي طلال. نحن في اليوم الأخير من الشهر، لا تنسى وعدك يا أبي. صحيح، اليوم الأخير من الشهر، ولكن أي وعد تقصدين؟ ما الأمر يا أبي؟ القطار؟ نعم القطار، وعدت أن تشتري لنا قطارا عندما تتقاضى راتبك. القطار؟ تذكرت، على رأسي يا أولاد، سأشتري لكما أجمل قطار في العالم. أبو طلال موظف نشيط، لم يتأخر عن عمله من قبل، احترم الجميع فبادلوه الاحترام. يمكن القول إنه مضرب المثل في الالتزام والنشاط والإخلاص. ولكن أبا طلال، حضرة المدير يطلب دراسة مفصلة عن مشروع إقامة حديقة الحيوانات بالقرب من المطار، أرنا شطارتك يا شاطر. حاضر. حديقة الحيوانات مشروع اهتم به الجميع، ولا بد من صياغته قبل تقديمه إلى المسؤول المختص. ومن غير السيد أبو طلال قادر على صياغة مشروع مهم كهذا؟ لذا نرجو الموافقة على إقامة حديقة الحيوان بالقرب من. لا تنسى القطار يا أبي. القطار، القطار، قطار، 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 قطار كبير يصفر ويرسل الدخان الأبيض، قطار سريع. وفي صباح اليوم التالي، لذا نرجو الموافقة على إقامة حديقة الحيوان بالقرب من القطار. يا سلام، مستحيل، أستطيع تمييز خطك جيدا. نعم إنه خطك. ما الأمر يا أبا طلال؟ هل تريد للنمور أن تهاجم ركاب القطارات؟ سأخصم من راتبك أجر 3 أيام. أعد صياغة المشروع ولا تفكر بشيء آخر، مفهوم؟ مفهوم. إخلاصك لعملك وحبك للآخرين أمر لا يمكن إنكاره، ولكن انتبه، غلطة الشاطر بألف، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.